في ليلة ديسمبر 25 1914 كانت الحرب العالمية الأولى قد بدأت قبل عدة أشهر فقط، ولكن للأسف الدماء وأشلاء الجثث ترامت في كلا الدول التي حاربت. الألمان الإنجليز والفرنسيين كانوا تعبانين من الحرب، لكنهم مستمرين لأن كل واحد كان عنده مبدأ لهذه الحرب ودافع إلها. لكن في هذا اليوم 25 من ديسمبر 1914 أقام الجيش الألماني في أحد الغرز شجرة عيد ميلاد، زي شجرة فقط لعيد الميلاد، وكتب على لوحة كبيرة Merry Christmas You no shoot We no shoot، عيد ميلاد سعيد، إذا أنتوا ما بتطخوا إحنا ما بنطخ. شافوها ساعتها الفرنسيين من الجانب الآخر وقرروا أنهم يطلعوا ويحاولوا يشوفوا شو اللي موجود عند الألمان. وفعلا الألمان والفرنسيين تقابلوا في هذيك الليلة، جلسوا بالقرب من بعض، شربوا نفس المشروب وأكلوا نفس الأكل، تبادلوا بعض الهدايا الصغيرة. تكلموا مع بعض وعرفوا إنهم قاعدين بقتلوا بعض لأنهم معتبرين بعض أعداء، ولكن في الحقيقة هم بشر، كل منهم ضحى بوقته وساعاته وعائلته. في ناس كتير منهم مشتاقين لأهلهم وأصدقائهم وأزواجهم وأخوانهم، في ناس منهم كتير توفى لهم أحبة بسبب الحرب، بسبب الدمار، بسبب الجشع، بسبب تخلف بعض السياسيين اللي أدى إلى هذه الحروب. جلسوا ليلة كاملة فرحين، عندما حل الصباح عرفوا أنه عليهم العودة لخنادق القتال. للأسف نحن نجر كثيرا لمثل هذه الأهوال، نحن نجر كالقطيع دون أن نقف ونقول لا. متى سنفهم أننا كلنا بشر؟ الدم الذي يسري في عروقنا لونه واحد بغض النظر عن اللون البشرة. متى سنفهم أننا نعبد إله واحد بغض النظر عن اسمه؟ متى سنفهم أننا نعيش على هذه الأرض لسنة الله فيها، وهي أن نتعارف ونتحابب؟ متى سنفهم أن الحروب لن تصنع إلا الدمار والتشرد والقتل؟ أن هذا الكرسي الذي تجلس عليه اليوم لن تجلس عليه غدا في قبرك؟ متى سنفهم أنه يكفينا عدا للضحايا؟ قتل في المكان الفلاني 1000 شخص، وقتل في المكان الفلاني 1000 طفل. متى سنفهم أننا نحن البشر من نستطيع إيقاف الحروب، وليس أولئك السياسيين الذين للأسف نختارهم نحن؟ أعياد سعيدة وجميلة، وكل عام وأنتم بألف خير.